ريال اليوم دايرين 140 ريال اليوم دايرين 140 ريال دايرين 140 ريال دابا ما كيتعاد الجلبانه كانت البارح 140 ريال 150 اليوم دايرين 240 شكون اللي دار هذا الشيء؟ المواطن هو اللي داير هذا الشيء. المواطن خايف خايفين من الوباء وما تيخافوش من الموت. من الله سبحانه وتعالى. من الموت ما خايفينش. ولا خايفين ولا كتب لي الله شي حاجه غادي يخرج. خايفين. بالنسبه لكم انتم اللي كتبيعوا تبيعوا الخضره، واش خديتوا خضره وخبيتوها في الدار؟ لا لا ما عندناش خضره. واحد اخذ الخضره كاع والله ما غادي يمشي حبه. الخضره اللي كتجيبها كتبيعها. السوق عندنا في القناعه خضره. حبه والله. انت خبيتي شي خضره؟ ما مخبي لا خضره لا والو اخويا المرض. هادشي هذا انا مخيب من الفيروس وما خايفش من الله عز وجل. كيديروا شي اعتقادهم في الله سبحانه وتعالى. كلشي ديال الله سبحانه وتعالى وهادشي كامل ديروا رئيس الحكومه. صرح ب 14 المواطن هو اللي دير ديال شحال كضرب لك نهار ديال نهار خاصك باش تعاود تبيعها كي غنديروا دابا ملي غنجي حنا بعدنا نهار خاو البارح صورنا 1000 ريال طرقنا البارح اليوم اش غنصور يلا اليوم الخضره صافي غاليه بزاف خيزو صافي 100 ريال شكون غياخذوا من عندك برا من 56 60 ريال ولا تياخذوا من هنا في المارشي ياخذوا هنا اليوم تياخذوا دابا 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 حتى المواطن ولا كيجي ياخذها هنا بالثمن يعني انت ما غتقدرش دير انا تلاقيت مع الدراري دابا كيبيعوا يشريوا كيجيبوا معاهم 150 درهم 200 درهم كيتقداو بها خضيره كيمشي يبيعها كيصور بها يعني دابا لقيتو جا لقى الخضره طالعه لقى المواطن كيشريها طالعه يعني هو الا جا يشريها بداك الثمن خصو يزيد عاوتاني واش غتخرجوا ولا لا؟ 400 درهم ولا 600 درهم ما تقدرش تسوق بها دابا خاصك واحد 2000 درهم ولا 3000 درهم ولا ديتها تقدر تبيعها في البلاصه اللي كتخدم فيها ماشي ما تبيعش ولكن واعره صعيبه بنادم مسكين صعيبه باش تخرج منها تصور مسكين 100 درهم عندهم 100 درهم في جيبه والاخر 100 درهم يتسوق بها يصور مسكين 40 درهم ولا 30 درهم اللي حسب النهار ما يقدرش هو غادي يخاوي والاخ الكريم شوف واعره واعره جاعس وجاعس بزاف فهمتي انا معاك وانا الحل انه هو المتوجه مهمول مهمول في السلاقي يجيب فيها 140 وما ياخذهاش لهي ب 60 ياخذها بالفرنك هنا وما ياخذهاش ب 80 هذا هو الاهمال يعني الضرر المواطن هو اللي كيدير هذا المشروع يعني بغيت تقول لي دابا المواطن الا جيتي عنده تمايا الاحياء الشعبيه بغيتي تبيع عليه ما ياخذهاش 140 ما ياخذهاش 140 ولا جا هنا خاصو ياخذ 140 وياخذها بالفرنك والدنيا هانيه وراه طالع عليك اكثر من هذا الشيء اللي ياخذه هو غياخذها واحد السلام عليكم شوف الاستاذ كريم المرض اللي مكتبه لي شي حاجه كتجي المهم الارزاق بيد الله حنايا بغينا راه زادوا علينا في بطاطا والقضيه شي بطاطا راه الخضره كامله زادوا فيها وهادشي راه حرام بزاف اصاحبي راه ما كاينش لهم راه ما كاينش وين الحل 140 ريال 30 صندوق 30 ريال هادي من هنا من المرشا شحال كدير البارح؟ شحال كدير البارح؟ غدير على برا 10 دراهم 240 لا البارح شحال كدير هنا؟ البارح راه 196 ريال هادشي غيبقى طالع دابا هادشي في نظرك غيبقى طالع ولا غيبقى طالع؟ حنا ما نعرفوش حيت حتى الغدا اثنين حيت اليوم حيت ديجا هو السبت واحد تيكون بعلمة حنا غنشوفو هنا دابا الغدا اثنين شوفو شحال هذا كيغدو ولا خيزو بخمسة دراهم البارح حطيتها 36 ريال وعلى 400 ريال 27 في الصندوق اليوم 15 4 دراهم 5 دراهم خيزو البارح 80 درهم اليوم وديرها خلص 11000 اليوم يخلصوا 200 درهم اكثر من النص اكثر من النص اللي تزاد خيزو درهم درهم خيزو 16 درهم ماشي تزاد النص تزاد اكثر من النص 100 ريال وتيحكم عليك بالخيزو واللي تيعمر لك تيحكم عليك ب 400 400 كانت فرانك ولات 400 الخيشه
ميزان تو تيقول لك 100 درهم بزاف كاين والشاري ولا غيزك تو تيقول لك اعطيني 160 كاين شي خضره شفتها ماشي طريه وكتباع شي دابا تيتباع شي دابا الخضره اللي كيعطيو حاشاك للبهيم كيبيعوا والمواطن المغاربه والله يجازيكم بخير والخير راه موجود الخضره راه موجوده راه غدا تبقى الخضره تدخل 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 تتقول بركه الخضره عند الفلاحه موجوده ولا ماشي دابا هاد الغلا اللي دابا هاد الغلا دابا راه داع في المغرب كامل وغدا كلشي غادي يجي ولكن شوف خير ديالو شوف دابا المواطن اش دير على الخضره ها هو جاي للمارشي شو دير المواطن على الخضر غدا يبقى نفس الثمن ما يبقاش وغدا ان شاء الله ما يبقاش هذا الثمن شي غدا ان شاء الله الثمن ما يبقاش واش مطيشه كانت ب 1600 دارت 2600 تالا ب 400 البصله البارح كانت ب 100 ريال اليوم صبحه ب 150 ريال الجلبانه كانت ب 120 ريال اليوم صبحه 260 الفلفله كانت ب 100 صبحه 160 الخيزو كان بدرهم 40 ريال صباح اليوم 120 ريال الحامض كان ب 40 صباح ب 80 الدجاج كان ب 70 صباح اليوم 120 ساعات تضرر فهادشي المواطن ولا بيع وشي ولكن هادشي كلشي ولكن هادشي كلشي اللي دايروا شو هادشي كلشي اللي دايروا دايروا المواطن المواطن هو اللي دير هادشي هو اللي مروض هاد الجوع صافي المواطن هو اللي مروض عليه الجوع وكيقول لك راه مغلينه انا قطعت ما نشريش هاد الخضره ما نشريش اش باغي يطرى كاع حنا راه عايشين حنا راه الشعب عايشين بالخبز والبراد في كل بلاد يومين يومين يردوا الى ما خداوهاش يومين يردوا الثمن والمغاربه ولفين الخبز واش حنا المغاربه الخبز واتاي في كل بلاد ما غاديش تدنوش حنا الخضره دابا حنا دابا هاد الخضره دابا اللي كياكلوا بها غادي تدوز لهم 3 شهور 4 شهور وانا صلت عليهم الله انا غادي تبقى تخسر والخير موجود بالنسبه للديسير سمعت من الديسير باقي تا هو ولكن ما الخضره طالعه حتى الديسير غادي يكون طالع ماشي نتفهموها فهمتي ما الخضره طالعه حتى الديسير غادي يكون غيكون طالع ولكن شي كلشي مواطن واش المواطن تيقول له واش حاجه تيشريها في السيريال وقول له 160 وشريها راه بالصيف هاد البيع والشري ما غادي يزيد ما غادي يزيد دابا دابا مول الكاميو دابا مول الكاميو كانوا كيوقفوا عليه جوج بيع وشرايه حتى تيولي واقف عليه 20 تيقول 70 كيشري تيقول لي تيجي تيقول 80 كيشري كيقول 90 كيشري كيقول 100 كيشري ولا الشاف بحال هو من هنا حتى هو كيقول 160 ولا 180 كيشري ورا المواطن هو اللي يضغط المواطن هو اللي ما غاديش راه دير بهادشي صافي انا تنعرف حنا المغاربه حنا المغاربه غيكون الغلا تكون دابا الغلا وتكون الجوقه خصنا واخا انت تكون عندك سلعه مليحه واحد عنده سلعه واحد عنده سلعه عيان ودير عليه الجوقه يدفقوا عليه هذا هو الفكره ماشي المغاربه كاملين حنا ما تنعموش على المغاربه كاملين ولكن بعض فينا شو دابا المشكل دابا اش دايرين دابا شو دابا جايين جايين بطوموبيلات وجايين بحال تقول الدنيا غادي تقوم شوف انت شوف سدران شحال كانت البارحه كانت بالسيري وبعتها انا البارحه ب 40 ريال مطيشه انا نبيع وشي يعني هادشي صعيب غادي فيه حنا شعب بوحد ما كورونا سير والله خايفين من الفيروس لا بصح خويا المرضي شتي هذا كلام متابت خايفين من الفيروس مخايفين جديد ثابت في الاقوال ديالو هذا هذا شو الفوضى شو الفوضى كده شو الفوضى شو الفوضى شي كان مخيط حاميرو كان زحام انت الفوضى شو الظلام ويكتب جيجي تخدم شنو بالك
الغلا هادشي ما كانش مضوب على 3 المرات هادشي مضوب على 5 مرات ولكن هادشي شكون يديرو ديرو المواطن اللي يدير هادشي واش درتي تقديتي ولا ما لا تقدي واش غادي صبرتي وخديتي دوك الاثمان شكرا الناس دابا نقول حتى ولا شوف هنا كي داير شوف الخضره كي داير راه نشوف الخضره كي طاطا شوف طاطا كي داير طاطا زرقاء كاع هذه كيقولوا 5 دراهم 5 دراهم يلا ويا الطاطا راه 3 دراهم دايره على بعضها 3 دراهم على برا باش تتباع 56 باش دير زيت يمس شوف هذا راه كيبيعوا في هذا الفيروس حقيقي هو فيروس حقيقي هو الفيروس شوف هذا كيبيعوا فيها 160 العباد وريه ها هي الفيروس الجمله صار باع تابيع شنو انا بزاف هادشي صار انتوما عشاري غنشديش ديال الطاطا حاسبي حتى هما عشاري علاش علاش ندوش ندوش من جهه الله سبحانه وتعالى عيب شوف اسيدي شوف حنا هادو عشارين هادو ما عارفين واش قال لهم هادشي هادو عشارين داكين لهم هادشي يلا داكين لهم الثمن داكين لهم السلعه شنو بان لك فهاد الخضره فهاد الصباح الجمله سي الجمله هضر معنا هضر معنا تدير اخويا كان تدير البارح 40 ريال كنت كدير 40 ريال بحال هذه زوينه شويه تدير 40 ريال صافي دايره دابا 6 دراهم 7 كاين كرف من هذاك الشيء ولكن دابا بخلاصه القول شي هادشي شكون اللي ديروا المواطن واش تيشوف الحاجه عيانه وكيشري فيها بالثمن المواطن هو اللي يدير هو اللي مغلي عليه هو اللي غلى عليه الخضره وتمنعنا اللي غلى كل شيء تمنعنا شوف تمنعنا عصابه رخيصه هذه صافحه ديال 2 دراهم راه عيب 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 ان هذا منكر هادشي عيد كبير كبير وهذه بجرا مع عباد الله راه حشومه زعما راه ديال اتاي ديال البراد واحد حشومه المناسبه ديالها سيدي ها المناسبه ديالهاش شنو بان لك على المناسبه باش يغليو ما كاينش بنادم يخاف من الله ما يخافش من الكورونا والله هادو ما تيخافوش من الله واش تقديتي تقدى هذا شحال تقديتي حقا هذا الشيء علاش ما تقديتيش لا حقاش كاين الصفره جايبين داشي تيبيعون عباد الله هضرك مع 100 ريال حاجه ديال درهم كيبيع 100 ريال حشومه عليهم حشومه بزاف هادشي بزاف هادشي هذا حشومه بالله راك مواطن خاصك الدوي مواطن بزاف اصاحبي خويا شنو بان لك في السوق كاين ثمن خيالي هادشي والله خاصو تكون عنده واحد غير على البلاد ديالو ماشي من راه ما ندوش على المواطن كامل نعم كيتاجروا في الالام ديال المواطنين واش تقديتي؟ ما قاريش سمع القياسه مع وجود الفريق شي غريب بزاف كيتاجروا في الاحسان ديال المواطن كيستغلوا الفرص ولكن دابا جيبوا صاحبي هادشي راه مزيان المواطن صراحه ديال يا خويا شي خلاصه القول خلاصه القول كيكون عندي خاويه ديال المختكرات دابا شوف المؤلف كيعمر ب 20000 اليوم 20000 ما كانت حتى في الصندوق خلاصه القول والله ديما خلق والخير راه موجود المغاربه شي الخير راه موجود ها
السلعه موجوده. هاد اليومين ولا ثلاث ايام راه غتعيط وغادي ترجع الخضره ثمنها وغيرجع كل شيء ثمنها. هو راه المشكل ماشي في الخضره، خصكم دابا خصكم ديروا واحد الريبورتاج تاع تاع مولي الهرايا، تاع مولي الهرايا ومولي الحوانت، شوفوا المشكل كل شيء زادوا فيه 5 درهم 6 درهم. احنا نقول المهدي ضرب اسمح لي الله يجزيك بخير، نقول لك الواقع اللي كاين الجوع نوض المواطنين المواطن المستهلك المستهلك هو اللي دار هذا الشيء. الناس تخلعوا، خافوا من المرض وما خافوش من الجوع، خافوا من الجوع ما خافوش من المرض اللي كاين. والقدر ديالك شي ديال الله، الاعمار ديال الله تعيش 60 باذن الله، 70 باذن الله، 80 باذن الله. هو غادي يشدوا عليهم الجور المرض ما يدخلش. والسيد هذا شحال في عمره؟ في عمره 90 عام وباقى يضرب شماله، باقى يضرب الصندوق. شحال انت في هذا المارش؟ انا مدت شي 45 عام ولا 46. شتي كان من قبل؟ ها؟ كان من قبل شي ما كانش، ما عمره قال عليه هادشي. ما شفتوش انا ما شفتو يامس، المرا جايه والراجل جاي والحالة عال بلا خايب من الجوع وما خايبينش من المرض. تيقولوا المرض، حنا ما عندنا لا مرض ولا في بلادنا الحمد لله، ما عندناش مرض، عندنا لا مرض لا والو. تيقولوا الدعاء، عندنا لا مرض لا والو، مرض ما عندناش، ما عندناش. شيخ خدمة بالله، هذه أمة مسلمة الحمد لله. احنا مجموعين وما واقع علينا والو الحمد لله. الناس خايفة لما تبقاش الخضرة، الناس خايفة لما تبقاش الخضرة، اش تقول لهم؟ كاين الحمد لله، عندنا الفاحين ديال الخير في البلاد. شوف مرشي كريو 24 ساعة 24 ساعة محلول يوميا. كانوا ناس كتجيب العناشر ما غيتسدش، ها؟ ما غيتسدش مارشي، ما نسدوش المارشي. حنا مستعدين للخدمة العمل. كانوا ناس كيجيو 10 8 6 5 جوجونات خدامين. الناس مستهلك هو اللي منوض الجوع. الخضرة عند الفلاح موجودة؟ الخضرة عند الفلاح الخضرة موجودة بالتدرك عند التاجر. هاي صابها اليوم صابها 80 ريال 70 60 ما بقاتش هادشي محسومه عليهم. الناس كانوا شاريين بطاطا ب 40 ريال ديالها تبيعوا فيها ب 30 ريال. هادشي داروا المستهلك. النصيحه اللي تعطي للمواطن، النصيحه اللي تنصح بها المواطن، المواطن ما يبقاوش يديروا بحال هادشي. هاد الحاله وغادي كيديروا في الاعياد خير موجود، كيديروا فينا الضحك، كيديروا فينا الضحك. شوفها كيديروا في الاعياد، يديروا في المناسبات، أخلا ديال رمضان، العواشر، حنا يهود، حنا مسلمين، يوميا ما كلش نهار، هادشي عمرنا ما شلنا. أنت أبو المدي خايف من كورونا؟ ما خويا سند واحد القضية نقول لك، شوف شوف المهدي خارج حار حالي، واحد القضية حنا المهدي نقول شي الدار بيضاء. شي الدار بيضاء، الدار بيضاء راه شريفة، راه المدن كاملة ديال المغرب كتكشكش وتجيب ليها الخضرة وتجيب ليها الديسير. راه الدار بيضاء، الدار بيضاء راه بعد خطرات في بلاصة الخضرة كتلقاها غالية في بلاصة فين في البلاد ديالها كتكون غالية، وهنا في الدار بيضاء كتكون رخيصة. ما عطيش بعد خطرات تلقاها بكادير 100 درهم ولا كتلقاها ب 16 100. فهمتي اش كنقول؟ فهمتي؟ البطاطا بعد خطرات تلقاها في بلاصة دايرة 40 ريال ولا كتلقاها ب 30 ريال. الدار البيضاء راه الخير تيجيها من كل، كيجيها من كل بلاصة. المغاربة الله هذا المستهلك الله يهديه. واش بنادم تيزيد عليه في الثمن وكيشري؟ وانت دابا شوف دابا اش داير؟ واحد بنادم تيشري في خضرة وكاك، خضرة ديال البهيم كيشري فيها بنادم دابا. وما شاف الخضار حتى في الدجاج، في الحوت. الدجاج راه داري له 500 ريال. في الحوت حتى هو، كان انا ساكن حدا سوق الجملة ديال الحوت. حتى في الحوت مرتفعين الأسعار. دقيق دقيق كاين واحد الدري صاحبي، واحد الدري صاحبي الدجاج قال لك اودي كندير 280 ولا 300 ريال ولا 360 ريال. شنو داروا؟ داروا داروا مالي الفلوس، مالي الفلوس، مالي الفلوس. وهذاك اللي الله ينزل عليه النعله، اللي قال لهم الطيارات غادي، اللي قال لهم الطيارات راه غادي يديروا، غادي يفعلوا، غادي يتركوا. هو اللي جعل، هو اللي جعل السبب باش تخلع الخضره وباش يعني خلع المواطن، خلع المواطن، خلع المواطن، خلع الاشاعات سبقات. هو اللي جعل هذا الشيء يكون البارح واليوم. ماشي كل شيء تخلع، غير ماشي الغرب ما تخلعتوش، علاش ما تخلعش؟ حنا ما كنعرفوش، حنا كاينين الوباء، حنا كاينين المغاربه اللي ما